سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. مرحبا بكم في برنامج سياسات الصحة. ضيفنا وزير الصحة السابق في حكومة الحبيب السيد سعيد العادي، باش نحكيو معه في الجزء الثاني من برنامج سياسات الصحة عن تفاوت ما بين الجهات فيما يتعلق بالخدمات الصحية. أيضا نحكيو على مشكل نقص الأدوية في المستشفيات، وخاصة الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، ونحكيو أيضا على ظاهرة الاكتظاظ في المستشفيات. هذه مشاكل المستشفيات متاعنا في تونس اليوم، واللي تقلق برشا المواطن، واللي تأثر على خدمات الصحية في المستشفيات. مرحبا بك من جديد سي سعيد العادي. مرحبا. التفاوت ما بين الجهات سي سعيد فيما يتعلق بالوضعية في المستشفيات، ضعف القطاع الصحي اللي يعاني من برشا مشاكل، يشتد أكثر في الجهات الداخلية لتونس. مستشفياتها تعاني من نقص في أطباء الاختصاص، هذا يتسبب في وفاة عشرات المرضى، تسبب في تدهور حالة المئات من المرضى. كيفاش تشوف الحل؟ كيفاش نجموا نحدوا من الظاهرة ذي، ظاهرة التفاوت في الخدمات الصحية ما بين الجهات؟ فقلت في البدايه هذه تتطلب باش نعاودوا معناتها اعاده هيكله ترابيه نتاع قطاع الصحه، معناتها وهذا يتطلب باش تبدا عندك في كل جهه، كل اقاليم على الاقل مستشفى جامعيه بالخدمات الصحيه ذات جوده وتوفر الموارد البشريه. هذا وهذا بدينا نقوموا به في المخطط، معناتها مستشفى قروان، مستشفى قفا، جابس، باجه، ايضا اللي تحقق في جندوبه فيما يخص امراض السرطان، فيما يخص المستشفى الثاني مع الاطفال وغير ذلك، معناتها باش تبدا عنها. وايضا معناتها وحطينا زاد مخطط فيما يخص الوحدات المتنقله، خاطر اليوم ثم تبدلت الوضعيه، معناتها المستشفى المستوصف لازم تواصل بالمستوصف، ولكن تنجم تحط ايضا وحدات متنقله تمشي تقرب الخدمات الصحيه من المواطن. هذه معناتها تطالب مخطط كامل، معناتها ومرحله ثانيه مخطط وتنفيذ، مش مجرد جديه في التعامل اللي كنت فيها، معناتها فيما يخص قفصه وفيما يخص قروان التمويل كان موجود. معناتها نستغرب اليوم كيفاش هذا مزوز المشاريع ما قدموش بالكل خمس سنوات اموال موجوده. ديما نحكيو على البيروقراطيه والفساد اللي هما مربوطين بالوزاره الصحه. يمكن ثم اللي ما تساعدهمش، معناتها ثم اللي ما تساعدهمش بالزيف. ايضا معناتها في المرحله الانتقاليه، معناتها الطب الاختصاص ولا الطبقه بالطب الاختصاص، حكينا في مرحله اولى سته، من بعد وصلناهم لعشره اختصاصات يبداوا متوفرين بصفه مستمره في كل جهاز، في تونس، في تطاوين، في الكاف، في قروان، زاده موجوده في مناطق اخرى، معناتها زبلي وغير ما نسميهم الكل. هذا مشروع هذا يطالب تمويل صحيح، اما كي نشوفوا النتائج نتاعو وما كانش الهدف نتاعو غير اطباء الاختصاص التجهيزات. في تطاوين معناتها دراسه صارت في تطاوين وصارت في توزر، المداخيل نتاع المستشفى ترفعت، معناتها ولات المستشفى رابحه، معناتها نوع من الفساد. لو كي تبدا عندك تجهيزات موجوده وما عندكش اطباء، هذا اولا معناتها على مستوى الانساني وعلى مستوى ايضا الاخلاقي مش معقول. مش يبدا ولايه كامله في تطاوين ما فيهاش طبيب نتاع نعاش ولا طبيب نتاع توليد. هو من مضحكات في تونس انه مستشفيات عموميه فيها تجهيزات وما فيهاش اطباء اختصاص، ومستشفيات فيها اطباء اختصاص بدون تجهيزات. هذا اللي صاير في مستشفى ابن الجزار، اللي قسم العيون من غير التجهيزات، وللعمل غرفه العمليات من غير التجهيزات اللازمه. غادي وين لازمك معناتها مخطط واضح اللي قلنا به، يطالب يمكن خمس سنين 10 سنين باش يتحقق ولا باش يعطي نتائج نهائيه. هو غير المخطط سي سعيد ما فماش متابعه، على خاطر كل وزير يجي يقول القسم نتاع مثلا نحكي على مستشفى ابن الجزار بحذانا لهنا القروان، وحنا بما ان نبثهم القروان مستشفى القسم هذا باش يتم تجهيزه، باش يتم تخصيص الاموال اللازمه باش يتم تجهيزه، وبعد يبقى حبر على ورق. ولايه قروان الحل هو المستشفى جامعي جديد اللي التمويل كان موجود وكان هذا تحقق. راهو ما نحكيوش كيف نكهه القروان،
منطقة في الوسط محورية في الوسط. غطي مش فقط قروان، قروان هي منطقة وين يتعديوا حتى من الكراهب. بالفعل هي من القاسرين وسيدي بوزيد للعبيد تجي تداوي. هذا كله مش بعيدة، مش بعيدة على صحيح، هي مش بعيدة على كلية الطب نتاع سوسة ولا نتاع مستير معناتها. حاجة ما نجمش تخيل اللي قروان فيها مشكلة نتاع صحة، مش معقول. معناتها كان توفر معناتها البناءات اللازمة تتبين معناتها التوقع. شو اللي ناقص اليوم؟ إرادة سياسية، التزام. ماهيش هذا مستوى معناتها من قروان تستحق مستشفى جامعي على اعلى مستوى بدون اي شك، وهذا ركزنا عليه احنا قروان منذ البدايه. قعدنا عرفت مش نلقى تمويل وقينا التمويل، وقت عملنا مع مديره جهويه للصحه هذاك رفيقه عرميني كانت هي مديره، قامت هي والفريق هذيك قاموا بعمل جبار فيما يخص الدراسه هذه والتخطيط نتاع المستشفى هذه. نعود للاسف 5 سنين بعد حد شيء ما صار في قروان كان كلام، وهذا هذه من ناحيه معناتها شوف معناتها لازم ايضا تمويل قطاع الصحه العمومي يعاد نظر فيه. معناتها اليوم فما مشاكل فيما يخص تمويل قطاع الصحه العمومي، وغادي وين نرجع معناتها مش فقط مسؤوليه وزاره الصحه، هي مسؤوليه الدولة بصفة عامة مش حتى الحكومة، الدولة التمويل لوزارة الصحة هي من الحلول اللي هي الأولوية، وإعادة نظر في دور الدولة. الدولة اليوم لازم تركز على قطاعات حيوية الصحة بما فيهم الصحة والأولوية نتاع الصحة اللي قاعدين نشوفوا فيها اليوم، باش توفر على الأقل أكثر من 10% نتاع ميزانية الدولة تمشي للصحة العمومية. فما أموال قاعدة تمشي في قطاعات تنافسيه للدوله، ما عندهاش دور، ما عندهاش اضافه للمواطن، معناتها الخدمات اللي يقدمها للمواطن. مثل الاولويات اللي هي الصحه ولا التربيه ولا البيئه ولا البنيه التحتيه اللي هما عندهم اهميه. الدوله اللي هي القطاعات التنافسيه اللي قلت قاعد الاموال تمشي لها وهي ما عندهاش دور كبير في التنميه. ما عندهاش دور استراتيجي معناتها اكيد لازم. اعطينا امثله سي سعيد على القطاعات هذه اللي قلت انت. قطاع الاتصال مثلا معناتها علاش دور اليوم، ولا قطاع الماليه معناتها علاش عندك الدوله مازالت موجوده فيها، ولا قطاع معناتها الاموال اللي قاعده ماشيه في هي اش عندك اليوم؟ عندك قطاعات مثلا الطاقه هي قطاع استراتيجي لازم معناتها الطاقه ولا توفير الماء زاد هذوما الكل لازم تحميهم على الاقل في المرحله القادمه. ضروري مش تبدا الدوله مهتمه بها. النقل زاد مهم، اما لازم تعرف شنو هو النقل معناتها كيفاش نجم شراكه مع القطاع الخاص يمكن في النقل، لكن الدوله تبدا عندها دور معناتها تنظيمي اكثر من هي دي مش، ولكن الصحه والتربيه لازم الدوله تحافظ على انها هي اللي تسير القطاعات هذه. لازم تتماشى مع الوضعيه ولا مع المجتمع نتاعك. المواطن باش يحب ولا ما يحبش، ما ينجمش يمشي للقطاع الخاص. مش داويه لازم يمشي للقطاع العام، 90% نتاع التوانسه معناتها يتوجهوا للقطاع العام خاطر ما عندهمش، ولا باش يوليوا يبيعوا. يعني الخصوصيه الاجتماعيه في تونس تتنافى مع الدعوات اللي خصصت قطاع الصحه، ولا انه الحل هو يكون انه لا، القطاع الخاص عنده مكان، عنده مكان، اما القطاع الخاص لازم يفهم معناتها كان غدوه قطاع الصحه العموميه مش ينهار ولا مش يضعف، القطاع الخاص مش يخبص فاتوره هو بيدو، معناتها هو بيدو ما تنجمش تكون عندك قطاع خاص قوي كان ما عندكش قطاع عمومي قوي. هذا فعلا انت ديما تصرح ديما تقول فما علاقه نتاع وهذا المجتمع كله لازم يفهمها، معناتها لازم يفهم اللي فيما يخص معناتها الاولويه نتاع الدوله على الاقل في المخطط، ما نحكيوش على عام ولا عامين مش فتره وزير فقط، لازم اتفاق وطني فيما يخص الاولويه للصحه العموميه وللتربيه اللي اليوم للاسف ما قاعدين نشوفوا تربيه عام بعد عام وخمس سنوات بعد 5 سنوات قاعد المستوى نتاعها ولا قاعد
قاعد يتراجع ويتدهور الوضع بتاعها. نقص الأدوية اليوم في المستشفيات اللي نقص الأدوية لازم ناخدوها على زوز مستشفيات، وصلنا حد حتى لنفاذ المخزونات نتاع الأدوية، وهذه حاجة شوف هي هذا ما صارش قبل الثورة. كان موجود ما يكون كان في وعديد، ما نجم نقول لك انا كي شفنا الميزانيه، نعطيك انا مثلا الارقام، معناتها كي تشوف ميزانيه نتاع 16 مليون دينار للامراض المزمنه سواء كان امراض ضغط الدم ولا كي خبيت انا وزاره الصحه، ميزانيه نتاع 16 مليون دينار، والناس كل تتشكى من نقص الادويه في المستشفيات. قلت لهم اعطيوني قداش من توانسه اللي عندهم كرني لبيض ولا كرني الاصفر ولا اللي معناتها عندهم الامراض المزمنه، قداش عندهم من عدد وقداش لازم الميزانيه مقابل عدد المرضى. لقاو 48 مليون دينار. معناتها كانت اداره نقص مش توفير الادويه. دونك هذا كان في مرحله معينه. اليوم ثم مشاكل اخرى، نعرفوا اللي الدينار في الفتره هذيك كان يكون دينار زوز دينارات يساوي دولار ولا اورو، وصلنا لثلاثه وتصل ثلاثه. معناتها حتى توفير الادويه هذا عبء اضافي، ولا الكلفه أورو. الكلفه كثرت، الكلفه زادت زادت ضعفت الكلفه نتاع الحلول المطروحه اليوم اللي تخلي اليوم الصيدليه المركزيه يكون عندها نقص حتى في معناتها في جيب لامبورتاسيون نتاع الادويه، معناتها ولا الادويه وفما فرضية أخرى هو غياب الاستخدام الرشيد للأدوية، فما أيضا مشكل في أنه فما أدوية قاعدة تتسرق من المستشفيات ولا قاعدة تتوزع بشكل غير غادي، وين فما رقمنا عندها دور أساسي مش تراقب الدخول الدخول وخروج الأدوية كيفاش يتم تعمل غادي وين معناتها برنامج نتاع رقمنة توزيع ولا توزيع الأدوية من الدخول معناتها للصيدلية المركزية ولا معناتها من ولا من خروج نقولوا من معمل، كانت معمل في تونس معناتها الشراء اللي مشتري من معناتها المخابر اللي موجودة في تونس، وعندنا اللي يقهر راهو اليوم يمكن أكثر من 60% من الأدوية معناتها هي أدوية معناتها مصنوعة في تونس. ولكن الماتيير بروميير نتاعهم تجي من الخارج، ما احناش قاعدين نزرعوا في الماتيير بروميير نتاعهم. ولازم ملي خرجت من الفارماسي سنترال حتى لين توصل للمريض تبدا عندك الامكانيه باش تطبع وتعرف وين شكون مشى وكيفاش مشى. هذا ما تنجم ما ينجم يصير كان بالرقمنه توزيع الادويه. عملناها في مستشفى الساقس أسف تراجعوا فيها زادة كيف ما قلت قبيلة في مرحلة أولى، وصلنا نقصنا ميزانية الأدوية في المستشفى 30% والدواء ولا يوصل للمريض، ما عادش يخرج من المستشفى ويمشي للناس اللي ما تستحقوش حتى يخرج في دي سيركي باغاديل وشكون يعرف عليه وين يوفى سواء كانت في الخارج ولا عند ناس اللي هما انطلقوا مؤخرا ايضا في مستشفى ابن الجزار في رقمنه الاقسام اللي موجوده في المستشفى وبينها الصيدليه نتاع المستشفى، مدى انه يوصلوا ويحققوا الرقمنه ذي ويتموا معناها عمليه الرقمنه ما نعرفوش. هذا برنامج نتاع 5 سنين ولا 10 سنين خاطر نقولوا انطلقنا وبعد نلقاو ليه ما زالت ما صارتش وما كملتش عمليه الرقمنه. لازم متابعه، مجهود متابعه ومجهود مستمر، معناتها مش فقط تعملوا في مرحله معينه من بعد تتراجع فيه ولا توقفوا خاطر لازم تفهم. غادي وين لازم مخطط واضح على مستوى الدولي معناتها الوطني وتتواصل فيه معناتها يعني الرقمنه هي ما الحلول الجديه المطروحه اليوم باش نخفوا من الفساد فيما يخص الادويه، فيما يخص حتى بدون اي شك، حتى في مواضيع اخرى مثل الادويه الرقم معناتها التتبع نتاع توزيع الادويه منذ الانطلاق حتى لين يوصل للمريض
حتى في مراقبة مداخل المستشفى، خاطر فما ناس اللي تجي تصور هذيك تدفع فلوس، ولا اللي تجي تعدي تدفع فلوس باش تعرف الفلوس اللي قاعدة. احنا مواصلين معكم مع ضيف. هو برنامج كامل عملناه دايوغ، هو شادو لي من بعد كان باهي به سي فوزي مهدي هذاك الديوان كان باهي بالمشروع هذا، وين حطينا زاده في المخطط 2016 2020 ميزانيه مخصصه للرقمنه. ما باليش كانت تقدم بالسرعه اللازمه والسرعه المطلوبه اللي تحطت. احنا ما زلنا متابعين معكم ضيفنا سعيد العادي وزير الصحه السابق. نعملوا ترتيحه موسيقيه خفيفه ومواصلين. سياسات الصحه، التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. مرحبا بكم من جديد في برنامج سياسات الصحة في الجزء الثاني من البرنامج اللي وظيفنا فيه وزير الصحة السابق لحبي امداد. وزير الصحة السابق نعاودها. مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج سياسات الصحة. ضيفنا اليوم وزير الصحة السابق سعيد العادي اللي تولى منصب وزارة الصحة من فيفري 2015 إلى أوت 2016. نحكيه معاه على السياسات الصحية في تونس، على الفساد في وزارة الصحة، نحكيه أيضا على التفاوت بين الجهات فيما يتعلق بالخدمات الصحية والحلول المقترحة من وجهة نظر ضيفنا باعتباره تولى منصب وزارة الصحة وعاين النقص اللي فيها وعاين مختلف الملفات الموجودة في الوزارة هذه. نحكيه أيضا على ظاهرة الاكتظاظ في المستشفيات. مرحبا بك من جديد سي سعيد. الاكتظاظ في المستشفيات اليوم من بين المشاكل أيضا المطروحة بشكل كبير في مستشفياتنا العمومية، ضغط على الإطار الطبي، فما حتى وصلت الأجواء ولات متعكرة، ولينا نشوفه في عنف، ولينا نشوفه في تجاوزات تصير وتطاول على الإطار الطبي بسبب الاكتظاظ وبسبب زادة تردي نوعية الخدمات الصحية. هذا كان أيضا لجنة كونت لجنة عمل مش لجنة تفكير، معناتها وين عينت فرصة تنوير أن ذاك مش إعادة هيكلة أقسام، هي مش تبدأ من الدخول في القسم الاستعجالي في المستشفيات، معناتها وهي كانت كيفاش هيكلة ولا تنظيم تاع الأقسام الاستعجالية، وين العنف يبدأ من غادي، كيف العام يبدأ في القسم الاستعجالي. أما هذا مربوط أيضا معناتها كي نشوفوا اليوم شنو هو السبب نتاع هذا؟ المستوصف ما عادش يتماشى مع حاجيات المواطن، ما عادش ولا ما تلقاش الأدوية ولا ما تلقاش الأطباء ولا ما تلقاش يخلي في المستشفيات المحلية ولا الجهوية أيضا ما تلقاش الخدمات الصحية خاطر ما ثماش الأطباء. اليوم مستوصفات من غير أطباء، من غير طبيب بالكل. يولي ضغط على المستشفيات الجامعية. غادي معناتها لازم غادي وين معناتها المحور الثاني اللي تكلمت عليه قبيلة، إعادة هيكلة قطاع الصحة بصفة عامة وبصفة شاملة، هام باش تقاوم ظاهرة العنف اللي قاعدين نشوفوا فيها، وبصفة عامة الضغط اللي قاعدين نشوفوا فيه على المستشفيات الجامعية، معناتها وين المريض ولا يمشي مباشرة للمستشفى الجامعي خاطر يقول لك على الأقل باش نشوف طبيب، والخدمات مانيش باش نلقاهم لا في المستوصف، مانيش باش نلقى الدواء، مانيش باش نلقى الطبيب، مانيش باش نلقى طبيب الاختصاص في المستشفى الجهوي نتاعي، دونك نمشي مباشرة لأقرب مستشفى جامعي. بعض الأحيان يعمل 100 كيلومتر مشي معناتها من الشمال الغربي، هذه يعقل من الشمال الغربي يجيو للشاونيكول ولا للرابطة ولا معناتها، وخاصة المستشفيات هذو ما يخدموا كان في الصباح، معناتها العيادات الخارجية ما تبدا كان في الصباح، ما عندكش شكون يبدا في العشية مشي دونك الضغط يجي في الصباح. دونك يولي وش يعمل؟ يقول لك باش نشوف طبيب حتى كان ما يستحقش باش يمشي للقسم الاستعجالي، يتوجه مباشرة للقسم الاستعجالي. يقول لك هذاك هو الحل الوحيد اللي عندي. دونك هذا كل يطالب معناتها يعني تهوب معناتها تنظيم قطاع الصحة، وهذا بدينا فيه ويمكن نعودها راهو مش على عام ولا عامين باش تصلح الوضعية، لازمك على الأقل مشهود مستمر على 5 ولا 10 سنوات باش وتعطي الأولوية لقطاع الصحة والصحة العمومية بالذات باش تصلح الوضعية هذه. يعني نبداو بالمستوصفات، نبداو بالخط الأول هكا يتسمى مستشفيات نبدا بالخط الأول
يتمشى مع الحاجات. برضه نحكي لك على برنامج واحد اخر اللي حطيناه واللي التمويل زاد فيه وظاهره اللي قاعدين نلاحظوا فيها في المجتمع التونسي وعنده على حسب اعتقادي اهميه كبيره وكبيره جدا ما قدمناش فيه. اما تبدا من الخط الاول. الخط الثاني لازم توفر الاطباء، معناتها تبدا عندك الاطباء موجود اطباء الاختصاص، وواحد والمريض يقول يمشي للمستشفى الجامعي كان كيستحق باش يمشي للمستشفى الجامعي، مش يمشي مباشره للخط الثالث، خاطر الخط الاول والخط الثاني ما عادش يوفروا الخدمات اللي المواطن في حاجه ليها وحقه المواطن في الخدمات هذه. تقول يمشي مباشره لغاديكا، هذا معناتها مخطط كامل معناتها واستراتيجيه كامله. مراجعة أيضا البنية التحتية والخدمات الموجودة في البنية التحتية ومتابعة فيما يخص كل المسار الطبي نتاع وغادي وين زاد أهمية الوقاية. معناتها علاش قلنا معناتها الوقاية معناتها كله مربوط ببعضه، معناتها الوقاية مربوطة ببناء هيكلة قطاع الصحة، مربوطة بالحوكمة، مربوطة بالإطار التشريعي، مربوطة هذا كل مربوط ببعضه. معناتها مخطط كامل اللي حطيناه. البرنامج اللي حبيت نحكي لك عليه زاد اللي معناتها حطينا برنامج كامل هي برنامج نتاع رعاية المستهلكين نتاع المخدرات اللي قاعد معناتها اللي قاعدين نشوف فيها في تونس خطيرة وخطيرة جدا مع الشباب نتاعنا. وحطينا بروتوكول كامل إزالة السموم معناتها فيما يخص الوضعية هذه في 24 ولاية، كان مخطط كامل وبرنامج كامل. كيفاش التعامل مع الشباب المدمنين هكا؟ اي مش تاخذهم على مستوى نفساني والصحي، معناتها ما تاخذهمش فقط بالعقاب، معناتها اليوم هذا اللي يعقل القانون 52 واحد معناتها الجواب الوحيد باش يبدا معناتها العقوبه لازم تعاونهم باش يخرجوا من الادمان. تقول انت ان العقوبه السجنيه تزيد تعمق من الازمه نتاع الشاب هذا تعمق المشكله، معناتها لازم تعاونهم باش يخرجوا من الادمان. معناتها وهذا معناتها لازم تاخذها بجانب الصحي وبجانب الوقائي زاده باش ما يوصلوش لل ونشوفوا الانعكاسات نتاعو على مستوى العنف، على مستوى اللي قاعدين نشوفوا فيه تو في المجتمع. وعندنا مراكز لمعالجه الادمان تو فيها حطينا برنامج كامل اليوم الاساس معناتها ما ثم كان في مركز في تونس العاصمه في ولايه زغوان موجود مش في العاصمه مركز واحد. حطينا مخطط كامل المرحله الاولى كانوا خمسه من بعد في 24 ولايه باش يكون مركز عنده فروع في اكثر من في ال 24 ولايه هكا؟ لا برنامج حطيناه وقينا التمويل من عند البنك الافريقي للتنميه. لقيناه التمويل نتاعو ما تقدمش فيه للاسف حتى تو شيء ما صار فيه ولا وقفوه ولا ما نعرف ما تعمل حتى شيء. وما زال فما مركز وحيد لعلاج الادمان في تونس؟ مازال واحد مركز. سي سعيد وهذا معناتها مش معقول. هذا من الحاجات اللي لازم يتخدم عليها في وزارة الصحة. لازم يتخدم عليه. ما تراش انه ايضا من الاسباب المشاكل اللي عمقت الفساد، عمقت النقائص في وزارة الصحة هو انها ما فماش استقرار، كل عام عامين فما وزير، حكومات متعاقبة وكل حكومة يجي معها وزير جديد. شوف هي المشكلة نتاع الصحة مش نداوى فين وقتاش معناتها حتى قبل الثورة مش نداوى فين. آخر استثمار صار في قطاع الصحة هو بتاع بن عروس عمل في 2003 ولا 2004 اللي هو شنو؟ بتاع مركز بتاع الحريق في مركز مستشفى الحرائق اللي هو موجود من قبل الثورة هذا. هذاك آخر استثمار حقيقي صار في قطاع الصحة هذاك قبل الثورة. معناتها كانت ثم إرادة يمكن معناتها نوع من نحات الأولوية معناتها صارت حتى للتسعينات كانت استثمارات في قطاع الصحة منذ القرن هذا وحتى العشر سنوات قبل الثورة ما كانتش برشا استثمارات وما كانتش أولوية لقطاع الصحة للأسف معناتها وخلصوا في الثمن نتاعو زاد تعمقت من بعد الثورة صحيح هي كل عام عامين يتبدل ولا أقل حتى ثم وزير شدوا وزير شد ثلاثة أشهر قبل هذا كل زاد تعمق من بعد الثورة
عدم معناتها التواصل في البرنامج، وغادي وين معناتها وتعاملنا وقتها مع الحوار المجتمعي كي كنت على راس وزاره الصحه وبالتالي قبل. يعني ترى احنا 10 سنين ما بعد الثوره ولا عملناش حتى شيء، في ما زدنا شيء. انا على حسب اعتقادي لازم لجنه عليا للصحه معناتها باش تبدا الوزير ينجم يعطي الاولويه للمحور، اما ما عادش ثم تراجع في السياسات معناتها تعطي الاولويه للصحه تركز على الصحه العموميه ما غير معناتها تواصل مع القطاع الصحة عنده صحة القطاع الخاص عنده مكان، عنده مكان إضافي في تونس، ولكن المحور الأساسي هي الصحة العمومية لازم تعطي الأولوية للصحة العمومية، والدولة لازم توفر التمويلات ولازم تبدا مخطط على 10 ولا 15 سنة ما غير تراجع على المخطط هذاك مهما كان الحكومة اللي تجي، لازم تواصل في البرنامج وفي الأهداف الاستراتيجية مع قطاع الصحة مش توصل تعطي نتائج اللي توفر الخدمات اللي تتماشى مع حاجات التوانسه ومع اهداف واضحه، برامج واضحه، نقاط واضحه. قلت لجنه عليا للصحه تقوم بمتابعه البرامج هذيا باش يصير حل لمشاكل قطاع الصحه في تونس. شكرا لك، يعطيك الصحة. كنت معنا ضيفنا الوزير وزير الصحة السابق سعيد العادي، كنت ضيفنا في برنامج سياسة الصحة. يعطيكم الصحة متابعينا، احنا اكيد باش يكون فما موضوع جديد وضيف جديد في حلقاتنا القادمة. باي باي. سياسة الصحة، التطرق إلى السياسة الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسة الصحة. احنا هكا وصلنا نهاية سياسة الصحة لليوم، نتقابل ان شاء الله الجمعة الجاية مع ضيف جديد واكيد موضوع جديد. سياسة الصحة، التطرق الى السياسة الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسة الصحة.